السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي حل مناقشة التربية الإسلامية للصف الخامس الإعدادي، صفحة 42. الحديث النبوي الشريف حق الصديق والجار. طبعا الحديث للحفظ والمعاني همات للحفظ، أهم ما يشير إليه الحديث. يلا خلينا نحل المناقشة. ما صفات الصديق الحق والجار الطيب كما أرادها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جواب السؤال الأول يأتي من فالصديق الحق، هذا كله جواب السؤال الأول، صفحة 40. زين، النقطة الثانية، تحدث عن صفة الصداقة التي يجب أن تكون على وفق هدى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. جواب النقطة الثانية، صفحة 41 هيأتي هماما، هذه منا الصداقة يجب أن تكون خالصة الحد عليه. نجي على جواب، هي عندنا بس ثلاثة. السؤال الثالث، هنالك أمور تؤذي الجار على المسلم أن يتجنبها، ما هي؟ النقطة الثالثة هياته، هذه على الجار ألا يزعج جاره بأي تصرف من التصرفات المؤذية كرفع صوت المذياع أو رمي الأوساخ في الطريق أو أي عمل يزعج الجيران ويفلق راحته ويقلق راحتهم، فهذه ليست من خلق المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هاي عيني حل مناقشة، صفحة 42.